مرحبا بكم، ونحن هنا في رحاب القرآن، برنامجكم الرمضاني المسابقاتي القرآني. اقرأ من قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. حسبك. وحصل هارون أحمد يحيى في الحفظ على 48 درجة، وفي التلاوة على 48 درجة، فيكون مجموع درجاتي 96 درجة. نذهب وإياكم إلى فقرة نماذج قرآنية. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. أتينا بلقاء الأحباب.